امبارح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أطلق المرصد الإحصائي المصري بيانات مصر، وده بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية دكتورة هالة السعيد. المرصد ده بيدعم إتاحة البيانات والمعلومات الصحيحة للجميع، وكمان بيعزز حق المواطن في المعرفة. في مؤتمر صحفي أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن إطلاق المرصد الإحصائي المصري بيانات مصر، واللي بيهدف لرصد الواقع الإحصائي المصري الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وده من خلال الإحصاءات اللي بيصدرها الجهاز. احنا بنشهد اليوم إطلاق أول مرصد إحصائي مصري تحت عنوان بيانات مصر. الحقيقة أن هذا المرصد بيأتي في إطار تفعيل استراتيجية الدولة نحو بناء الإنسان المصري والاهتمام بتنمية قدراته ثقافياً وفكرياً، بالإضافة للوعي الإحصائي أو تنمية الوعي الإحصائي لدى المواطن من خلال ترسيخ ثقافة أو الثقافة الرقمية لدى المواطن. من أهداف أو من أهمية هذا المرصد هو يعني إظهار البيانات الخاصة بالوضع المصري تحقيقاً للشفافية، وإن احنا نوفر للمواطن البيانات الحقيقية بعيداً عن أي بيانات مغلوطة أو موجهة أو مجهولة المصدر، عشان يبقى المواطن المصري في الصورة كاملة من بيانات دقيقة وحقيقية من مصادر مركزة رئيسية في الدولة، وعلى سبيل المثال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة طبعا لبيانات الوزارات المختلفة. المرصد الإحصائي بيهدف لرفع الوعي الإحصائي للمواطن من خلال رصد الواقع المصري. كمان بيوفر المرصد موقع إلكتروني لمساعدة الإعلاميين على الاطلاع على كل المؤشرات والبيانات الإحصائية، وده لعرضها بأسلوب مبسط للمواطنين. هو المرصد الإحصائي بيحتوي على جميع المؤشرات الإحصائية اللي بيصدرها الجهاز من إحصائيات اقتصادية اجتماعية بيئية، فهو بيبقى يعني بالتزامن مع كل حسب وقت الإصدارات بتاعتها كل المؤشرات، زي ممكن يكون أمور مسوح كمان في مسح مثلا الدخل والإنفاق، في جزء من إنها ممكن يكون في التعدادات، فهو بيجيب كل صورة حية لكل المؤشرات اللي بيصدرها الجهاز، بحيث إن هو يوعي المواطن المصري. يعني هي وسيلة توعية للمواطن المصري إحصائياً. المرصد الإحصائي ده موجود له هو وسيلتين، الوسيلة الأولى اللي هي الشاشة اللي موجودة على مبنى الجهاز، ودي بالمرة اللي هما المرين في صلاح سالم ممكن بيطلعوا عليها، زائد إن بالإضافة لكده في الموقع الإعلامي للمرصد، وده بيخص الوزارات والباحثين والإعلاميين، بيبقى طبعاً في اسم مستخدم وكلمة مرور بيقدر من خلالها يتصفح الموقع الشاشة اللي موجودة على المبنى لحظياً. ممكن كمان ان هو بيبتدي ياخد لو في مؤشر معين عايز يشوف هو اتعرض في ايام ايه، يقدر يعمل سيرش على المؤشر دوت اتعرض في كل في كذا يوم السلاسل الزمنيه بتاعته، من خلاله برضك نفس المؤشر ذات نفسه ممكن يكون بقى ده مؤشر مجرد مؤشر عايز اشوف الديتيل بتاع الاحصائيه او النشره، في لينك جوه الموقع بيدخلني على الموقع الرئيسي بتاع الجهاز، يبتدي منه الباحث او المحاور او المتخصص ان هو يدخل يعرف الديتيل بتاع البيان. تأتي أهمية إطلاق المرصد الإحصائي بيانات مصر في إطار توجهات الدولة لبناء الإنسان المصري والاهتمام بتنمية قدراته ثقافياً وفكرياً. جيرمين إبراهيم، صباح الخير يا مصر. طبعاً كلنا وإحنا ماشيين في صلاح سالم بنبص على مبنى الجهاز عشان نشوف اللوحة اللي موجودة اللي فيها التعداد السكاني، وإحنا عمالين نزيد واللوحة عمالة تور أرقام بتزيد ورا بعض ورا بعض، ما بنلحقش حتى إن إحنا نعد الأرقام. جميل إن يكون في لوحة بقى طبعاً، والغرض من هذا المرصد هو التوعية زي ما عرفنا، لأنه الدولة وصانع القرار لما يحب ياخد معلومات هياخدها من الجهاز مباشرة، لكن إحنا عاملين لوحة في الشارع، في يافطة موجودة على الجهاز من بره، الجهاز المركزي في يافطة موجودة عليه من بره بتعرف الناس احنا فين في كل حاجة، مؤشرات اقتصادية عشان نشوف احنا ماشيين ازاي ورايحين فين، معدلات النمو واي قطاعات بتساعد وبتساهم في النمو الاقتصاد، معدلات الاقتصاد بتاعتنا عاملة ازاي السنة دي، كل ده
مطلوب من الناس ان هي تكون عارفاه عشان تعرف الدوله رايحه فين. مؤشرات اجتماعيه، ودي حاجات خطيره جدا. احنا شايفين الظواهر اللي موجوده في المجتمع وحالات الطلاق اللي بتزيد، لازم الناس تكون عارفه. زي ما بنعرف عدد المواليد، نعرف كمان عدد حالات الطلاق اللي بتتم، بالاضافه الى مؤشرات بيئيه. فكل ده في النهايه غرضه ايه؟ غرضه ان يكون المواطن على وعي تام ومشارك في كل ما يحدث، ويعلم كل ما يحدث على ارض مصر.